انت مكسوسه رجلك وهربت؟ نعم هربت من السجن استاذ. والله سبع انت. عندي ابو حسن من ميسان يقول السلام عليكم استاذ الكريم، اضع مشكلتي بين يديك املا في الحصول على حق الضائع الذي عجزت من الحصول عليه بعد مناشدات 20 سنة. انطوني يا ابو حسن. ابو حسن شلونك؟ حياك الله ابو حسن. شلونك استاذ؟ حياك الله. شو شو تحية لك استاذ ولكادر القناة المحترمة. احنا هم نحييك ابو حسن. شو وين حقك رايح؟ يمن. والله استاذي انا قصتي اذا تريد تسويها فيلم الصير، اذا مسلسل الصير. والله اخويا كل احنا سرنا افلام هسه، كل احنا سرنا ايه فيلم والله. قول. اي والله استاذ راح اقتصد لك قضيتي. اي انا بالحرب العراقيه الايرانيه كنت جندي مكلف. اي فتكلفت بواجب باثناء الواجب طق علي لغم ارضي بتر رجلي. اي انا صادف بيها ملتحق من الهروب صار لي 20 يوم. اي فاتهموني قالوا انت ما دام ملتحق من الهروب طق علي لغم انت متعمد اصابه، ذبوني بالسجن وانا مكتور رجلي. وسنه كامله انا انتظر محاكمتي. اي تجي المحكمه وتحكمني. ورا سنه هربت من السجن، سنحت لي الفرصة بالهروب، هربت يا أستاذ الكريم. وانت مكسوس رجليك؟ من 88 هارب لحد السقوط. انت هربت ومكسوس رجليك؟ انا بعد تعرف الهارب أستاذ نجم، انا ما أعلمك الهارب شو يسوي. أبو حسن أبو حسن. نعم. انت مكسوس رجلك وهربت؟ نعم هربت من السجن أستاذ. والله سبع انت. اي هسه شو أسوي؟ اي هسه سقط النظام، قلت جانا الخير جو ربعنا وراح يعيدون للمظلومين وراح يعطون حقوقنا وزواده، ما خليت باب ما دقيت استاذ. الله يشهد علي وهم يسمعون المسؤولين كلهم من محافظين. انت وين صوبت ابو حسن؟ انا صوبت بخانقين. بخانقين منطقه 87 84 85 منطقه جبليه كانت كل الابواب. ابو حسن واحد يقول استاذ انت، واحد يقول انت بعتي، واحد يقول لي انت خائن، واحد يقول لي انت مقاتل ايران، وبذاك النظام خائن انا وبهذا النظام خائن وراح اموت وانا خائن. زين شو طلعنا احنا خونا؟ ما بفتهم شنو الفيلم. انت بعد وين قدمت ابو حسن؟ وين قدم استاذ؟ قدمت في معنى كنت ساكن محافظه البصره، 4 محافظين انت صار عندك ابو حسن ابو حسن انت نعم. صار عندك سقوط قدم؟ انبتر. انا بتر قدم. انبتر الطرف الاول من القدم. رجلي كلها استاذ نجم انا وديت لك الصوره مال اي رجلي. منين انبترت؟ انبتر الكف كله. الكف مال رجلك مو؟ اي انا كنت متابع ايه. هاي القصص ايام الحرب العراقيه الايرانيه ابو حسن. ايه. نعم. اي اعرف نعم. هاي القصص واعرفها وصارن وتحاكموا نعم. عليها ناس. المهم نعم الان وين قدمت انت؟ قدمت رحلت 3 مرات لوزارة الدفاع. احنا الابو مالنا الجنود وزير الدفاع. اي هو الاب وهو القائد وهو اللي تابع ولده. فما ادري انا وزير الدفاع يا سيادة وزير الدفاع شلون احنا لك تنام واحنا ضايعين، جنودك ضايعة واولادك ضايعة. اي بدون حقوق بدون. انا جيت 3 مرات لوزارة الدفاع. ايش قالوا لك؟ شلون مدير الاستعلامات ممنوع تدخل. ايش قالوا لك؟ قالوا ممنوع تدخل ما لك حقوق لانه انت جندي مكلف. انت 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 المفروض انت قاتلت في ظل نظام، والنظام نعم. المفروض كان يرعى حقك. انت ذاك النظام ما اعطاك نعم. حقك، تريد هذا النظام يعطيك حقك؟ ايه وما عندك ذاك النظام ظالم ديكتاتوري. ما 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 هذول عادلين يا استاذ نجم. اي والله يا اخ ابو حسن انا قررت اخذ اعطونا حقنا، احنا شعب مظلوم. المهم نظلم ذاك الوقت والوكيل. المهم يا ابو حسن احنا طلعنا خونة استاذ، احنا طلعنا خونة احنا نضع قصتك امام الجهات المعنيه.